الخير، مساء بغداد ومساء الشهيد الحي. ما زال العراق مصدوما بالتفجير الإرهابي المزدوج في ساحة الطيران، وما بين الفجيعة والبحث عن الحقيقة يعود العراق إلى منطقة رمادية لا وضوح فيها، ويتفق كثير من المعنيين بشؤون هذا البلد على وقوع هذه الجريمة بعد يوم من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة لمسؤولياتها في واشنطن. نعم سعيد، ليست بمصادفة، فالعراق غير موجود على خارطة بايدن الدولية، والأولوية المطلقة لإيران وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ولا يبدو العراق واحدا منهم. نعم، لا أحد يرى في العراق لاعبا، بل هو مجرد ملعب وممر لحركة اللاعبين الإقليميين والدوليين. وسط ذلك كله هناك قلق حقيقي في العراق من عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إذ انتهى الأمر إلى سقوط أكثر من ثلث العراق بيد داعش وسط اضطراب سياسي وتنازع بين الوحوش المتكاربة للاستحواذ على السلطة والمال والجاه والسلاح في العراق. ببساطة، الرأي في واشنطن اتركوا العراقيين يتنازعون فيما بينهم ولا يعنينا، إلى أين سينتهون؟ بمعنى آخر، على السياسيين العراقيين أن يفيقوا من الغفلة، فلا رعاية لهذا البلد ولا وصاية ولا مسؤولية أخلاقية أو معنوية أما ستؤول الأوضاع إليه. على السياسيين أن يفيقوا من الوهم بأن هناك حماية للنظام السياسي في العراق الذي نشأ منذ سنة 2003، وتفجير ساحة الطيران إشارة بدء للمجهول الآتي. فهل يدرك ساسة العراق أن الدنيا تغيرت وأن عليهم أن يتغيروا ويغيروا ما بأنفسهم حتى لا يضيع هذا الوطن العزيز؟ حصاد الليلة ابتدى، أهلا بكم، نتولى على تقديمه من لندن أنا سعيد شبيب وزميلتي هنادي سينان. أهلا بك سعيد وأهلا بكم إلى حصاد الشرقية نيوز من لندن، ونبدأه بأبرز العناوين. المواطن هم يلتون بأحزابهم، كتلهم يبلشون كل من يكون للميليشيا وجماعته يمشون بالنظام اللي كل سنة هم معمول به، كل 4 سنوات هي نفس العملية. جمعة حزينة في بغداد، يموت بائع الشاي والبالة ليعيش بائع الوطن والشرف. بقلب مفجوع وصوت موجوع، والد عمر وعلي يبيت في المقبرة مع نجليه الشهيدين. بعد حملة قالات أطاحت بقادة كبار، القائد العام للقوات المسلحة يؤكد أرواح الناس غير خاضعة للمجاملة أو صراعات الكتل. الفورين بوليسي تكشف الخفايا، لا وجود لاسم العراق في خارطة بايدن، وتفجير الطيران مجرد جرس إنذار. حناجر الحبوب تفضح تحالف الأحزاب مع داعش، وتنتصر للفقير الذي عاد بالتابوت بدل قوت يومه. محافظات العراق تتداعى لمصاب بغداد، كل المدن تصلي للشهيد الغائب.
أهلا بكم من جديد. تفقد بغداديون موقع التفجير الإجرامي المزدوج الذي ضرب قلب العاصمة وخلف أكثر من 140 شهيدا وجريحا. وأظهرت لقطات أوردتها رويترز حجم الدمار الذي لحق بسوق الملابس المستعملة في ساحة الطيران الذي غالبا ما يعج بالمرة والمتبضعين. وأعرب مواطنون عن خشيتهم من تكرار الانفجارات بالتزامن مع التحضير للانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن المواطن العراقي هو دائما ضحية الصراعات الحزبية والسياسية. هاي العملية سياسية، هو دائما المواطن ضحية بأي صراع يصير سياسي حزبي، هو المواطن الضحية. وهاي دليل بدأت هسه راح تبدي بعد التفجيرات راح تزيد أكثر. ليش؟ لأن هاي تبدي العملية السياسية حتى الناس تلتهي، والضحية المواطن، هم يلتون بأحزابهم كتلهم ويلاشون كل من يكون للميليشيا وجماعته ويمشون بالنظام اللي كل سنة هو معمول به، كل أربع سنوات هي نفس العملية. حتى لو داعش، حتى لو من جاب داعش؟ وهم جابوهم من دلّا، من جاب اللي هنا هاي البسطيات العالم غير هم السياسيين جابوهم؟ احنا نسينا سالفة الانفجار، صار سنوات ببغداد هسه رجعت علينا من جديد. ليش؟ ومع موسم قرب الانتخابات ترى لعبة واضحة والله ومكشوفة. مش الأحزاب، أول شيء هي الأحزاب، زين؟ نتوقع لما طول اقتربت الانتخابات اقتربت، رح نتوقع أكثر من هاي التفجيرات، زين؟ ليش عود البارحة هاي الدماء راحت بالآلاف؟ شنو ذنبها؟ من وراء الأحزاب؟ بعد هذا اللي صار طبعا هاي الفترة كلها احنا حسينا اكو أمان، صار ربعت السيطرات قوش، بس من حسوا إن الشعب طلع قاموا يطالبوا بحقوق، قاموا يطالبوا بعمل، لأن توفر شيء من الأمان، عرفت؟ وقلنا داعش راح وخلص وخلصنا منه وراح يرجع العمل وراح يرجع الشغل. طلعونا بأزمة مالية ورجعت هسه هاي الانفجارات، وراح ترجع، احنا متوقعين ترجع بعد الانفجارات وراح يرجعون لنا السيطرات، واحتمال خايفين الأسوأ من داعش. هذا ويخيم الحزن والغضب عموم أرجاء حي القاهرة في بغداد الذي حضر أغلب سكانه مجلس عزاء الشهيدين عمر وعلي، فيما تعالت صيحات الأقرباء والأصدقاء في وداع الشابين. ويقول والد الشهيدين الذي نصب سرادق العزاء في ذات موقع حفل زفاف علي، إنه وأم الشهيد قررا المبيت في المقبرة رافضين وداع ابنيهما الوحيدين. يعرب القحطان حاضر مجلس العزاء إلى التفاصيل. والله رح يركض، والله لقيت عمر بالثلاجة يابه، وعلي بالثلاجة يابه كله شابه، كله سجن، روسهم كله سجن. لا صوت له، فقده كله في الصراخ على نجليه. هذا هو حال والد الشابين الشهيدين عمر وعلي اللذين استشهدا في انفجار ساحة الطيران. من يلي بعد أنا أولي؟ من يلي بسي؟ يعني أنا شنو زان عايش بالحياة؟ شنو عايش بالحياة الزان؟ شنو يعني شنو عايش بالحياة الزان؟ من الدراهم؟ والله تعبت هذه وربيتهم وربيتهم تربية صحيحة. ليش يجرحوا من عندي؟ على شنو؟ على شنو بزرعوا؟ على شنو راحوا؟ والله أرق نفسي، والله أرق نفسي. أنا وهم أظل دواش كعنام يمو ملاكن بالمخبر ما كان قوزنا بيدين، والله أروح لك نقوز ملعوف المخبر يلولي خافوا. علي والد لطفلة لم تكمل الشهرين، وعمر ينتظر طفلا. لا صوت يعلو بين أبناء عمومتهما وأصدقائهما هنا سوى صوت العويل والنحيب. كله مارة والله ذين هذا وقوي. قاعد يومي خمس دقايق. قوي استوى استوى قوي. قال لي راح أروح، قلت له بقي معه، قال لا راح أروح ضايش، قلت له أروح الله وياك. ماكو خمس دقايق جاني الخبر، قال وصل. لا أخوي ما جاني، قال راح ما نفرح، قلت له أخوي قول، قال مرتي حامل، قلت له أبوي. الله يصبرك. راح وخود راح وخود راح. العمر علي
كانا المعيلين الوحيدين لوالديهما ببيع الملابس والمواد المستعملة الأخرى في ساحة الطيران قبل أن يغيب الانفجار روحيهما رفقة العشرات من الأرواح الأخرى. في النهاية رحل عمر وعلي ونصب مجلس عزائهما بذات مكان حفل زفافهما قبل أشهر. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز. فورين بوليسي تكشف الخفايا لا وجود لاسم العراق في خريطة بايدن وتفجير الطيران مجرد جرس انذار. ضجت مواقع التواصل في العراق بعبارة يموت بائع الشاي وبائع الخردة وبائع البالة ليعيش بائع الوطن وبائع الضمير وبائع الشرف، في إشارة إلى الخصور السياسي المتوارث لما بعد 2003. وتداول مدونون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي صور وعبارات التضامن مع الشهداء الكادحين الذين ارتقوا جراء التفجير الإجرامي بساحة الطيران، وعاد الآلاف نشر عبارات الإدانة للإرهاب داعين العراقيين كافة إلى رص الصفوف والتصدي لمحاولات التفرقة. وعلى عكس العادة غابت الحركة التجارية عن ساحة الطيران وسط بغداد التي كانت تضج برواد السوق في كل جمعة قبل أن تغلق المحال لأبوابها حدادا على التفجير الإجرامي. ولا يزال 27 جريحا جراء التفجير الإجرامي بساحة الطيران يتلقون العلاج في مستشفيات بغداد بإصابات 4 منهم حرجة. المزيد في تقرير سيف عبد الوهاب. في جمعة اختلفت عن سابقتها هكذا هي ساحة الطيران في بغداد بعد التفجير الدامي، حركة معدومة ومحال أغلقت لم يعتد البغداديون على هذا المشهد منذ سنوات. هذا السوق مختار بالناس، وهاي الميوزة كل ميز عليها 2-3 عايشين عوائل، يعني كل واحد كل ميز عليها 2-3 ومزدحم، وأكثر شيء الناس اللي ما عنده يشتري من البالة. أما في ردهات مستشفى الكندي ببغداد لا يزال 27 مصابا راقدا بعد إجراء عمليات جراحية منها لا تزال في العناية المركزة. رضينا بالفقر، رضينا بالشباب الطالة بطالة، رضينا بالبوغ مال الميزانيات والفلوس، بس إنه برجعون الانفجارات. ليش شباب طالعين على باب الله على 10,000 على 5,000 ينظروا بليش؟ ليش رجعوها؟ شنو ذنب هاي الشباب؟ شنو ذنب هاي العوائل؟ شنو ذنب هاي الناس؟ كل شيء ما أقول، أقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. وتشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة بعد تغيير عدد من القيادات الأمنية، ويرى خبراء أمنيون ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري لمنع تكرار هذه الحوادث المؤلمة. من بغداد سيف عبد الوهاب، الشرقية نيوز. ينضم إلينا الآن عبر سكايب والد الشهيدين شهيد علي وشهيد عمر. سيد لؤي، أهلا بك، حر التعازي، ونقبل جبينك ورأسك وقلبك، ويكفيك فخرا يا أخي أنك أب لعلي وعمر الشهيدين الحيين. وأيضا أريد أن أقول لك أمام هذا المشهد اليوم عادة ما نسأل ونبدأ هذه الحوارات بالأسئلة، ولكن لتسقط الأسئلة والأجوبة وكل الحوارات، ماذا تريد أن تقول؟ ما الذي يرضيك؟ أخبرنا عن علي وعمر شهيدين الحيين وهم أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام.
أنت قلت ماذا تريد؟ أنا أريد أولادي، أنا أريد أولادي. هل تقدر أن تجيبوا لي أولادي عن طريق الشرقية؟ أولادي أعزاز علي، ربيتهم تربية صحيحة، طالعين على باب الله. الرزق البسيط ويقتلون بهذه الجريمة. لماذا؟ ليش؟ ليش راح ولدي؟ ولدي ربيتهم على مخافة الله، يعرفون حقوق رب العالمين. نحن لا ناس بسطاء، ورحون يسترزقون، هم شباب بالورود، بس الورود شباب سووا بصارهم وزوجتهم، زوجتهم وعلي عندهم نية عمر 4 شهور، وعمر عمر بس الله بشرنا بخلفة صار 4 شهور من الزواج. مش أقول راح أولي أجمد بيتي، أهجم بيتي، أطالب القصاص. وين سيد الكاظمي؟ وين سيد مصطفى الكاظمي أخوه؟ وين وزير الداخلية والدفاع؟ وين قائد الشرطة الاتحادية؟ وين مدير منظومة الاستخبارات؟ وين مدير الاستخبارات الفرقة الأولى؟ وين حفظ النظام؟ وينهم؟ وين الشباب راحت كلها؟ وين؟ من ضمنهم ولدي اثنين ودم راحوا. شو أقول؟ شنو ذنبي وذنب الناس؟ أقول أني بتعلي موت عمر 4 أشهر. شو أقول لهم؟ وين راح تقعد تتربى هاي؟ وين عمر بالطريق؟ بالطريق عمر عنده ذرية صارت. وين؟ وين ولدي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أريد ولدي شلون مين؟ بيتي صار ظلام، من جنب بيتي؟ على الاسترزاق هاي الشيء بسيط يعيشون ويقتلون. ليش؟ شفتوهم أبو علي؟ شفتوهم شلون؟ أبو علي الرحمة والخلود لشهداء العراق ولولديك، يعني لا عزاء لك بالكلمات، نسمع قلبك أكثر ما نسمع صوتك اليوم. رسالتك الأخيرة لربما، كيف ستوجهها بصوت علي، بصوت عمر؟ كيف كانت توجههم هذا يوم أمس؟ كيف توجهوا إلى العمل؟ كيف كانت روحهم؟ ما الذي أرادوا أن يوصلوه؟ ما الذي أرادوا أن ينقلوه إلى العراق في ساعاتهم الأخيرة؟ لا أستطيع حتى البوح بما أريد أن أقوله أمام المشهد الذي أراه من قلبك في هذه اللحظة، لكن أريد أن أسمع وأريد أن أشاهد اللحظات الأخيرة من توجه علي وعمر. كيف كانت في اللحظات الأخيرة قبل توجههم إلى ساعات عملهم في ساحة الطيران؟ علي وعمر يومي الصبح يقعدون يبوسوني يقولوا صباح الخير بابا، يطلعون على باب الله، يطلعون على باب الله يروحون. هذاك اليوم البارحة بوسوني قلت لهم باب الله ياكم، الله يرزقكم، قلت بابا على مسكين، راحوا راحوا. ما بقى الساعات خبروني عالم علي وين؟ عمر وين؟ يا بشر خير؟ أنا ما أدري. قالوا
صار انفجار ابوها بالشنجي. ابو عمر كيف كانوا اليوميه كم كانوا يحصلون علي وعمر في ايامهم الاخيره؟ 10-15 ألف 20 ألف اذا الله رزقهم يجون فرحين. يجون فرحين البيت اذا حصلوا كل واحد 20 ألف ومعيشين كل واحد معيش عائلته ومعي ولمن يعيلون من هذه العوائل 15 او 10000 دينار من تعيل هذه العوائل في هذا اليوم وفي هذا هذه الازمه التي يعانيها العراق اليوم؟ علي بالنسبه لعلي عنده بنيه رضيعه والله يداين ويشتري حليب، وعمر والله العظيم وما تكفي ويقولون بابا ما يخاف الحمد لله واشكروه الحمد لله واشكروه يخاف احسن من ماكو. الشيشي راح اولي يجي ورد الزور ورود والله تعبت عليهم تربيتهم والله ودي ولد شوارع ولد بيت انا اخاف عليهم وتربيتهم تربيه صالحه وعرفون حقوق رب العالمين وراحوا على باب الله وطلعتوني بدمي طلعتوني من الثلاجه. ليش؟ ليش؟ يا جماعه بيتي صار فول المي قلت له فول المي صار بيتي ليش بيتي؟ ويعمل عشي بعد ويعمل نوع بقول صباح الخير ويعمل بعد تلقي ما تلقي بعد عمر وراح وعلي راح وليش أني بس أشيل الجادر باكر أروح أخذ دوش بواتي ومال أمي أنا أمي يقوم بالمخبرة والله العظيم أروح يقوم بالمخبرة وأقلع لا إله إلا الله أروح لك لأن عمر وعلي خافون أروح أطمنهم من بابا روح لرب الكريم بابا روح شهداء عبد الله بابا وسلي يتحببتوني أبيت وكسرت الروحي عمر هذا ونعمه وعلي هذا ونعمه وراحوا يا رب الكريم تعال شوف أمه مش حاله عشان خواته مش عالي الدين بتدمر وليش بيدي شاري بعد أسأل الله ويطلعتوني والدين شو أسوي؟ شو أقول لكم بعد؟ أبو علي اطمئن الشهيدان علي وعمر ليسوا الآن تحت التراب وهما في قلب ونبض ودم كل عراقي شريف اليوم. ونزف إليك بشرى بأن البزاز تكفل بمصاريف عائلة نجليك الشهيدين. ماذا تريد أن تقول اليوم لأساسة في العراق؟ كلمة أخيرة لو سمحت. كافي اخواني السياسيين بس اقول لكم اخواني انا اب عراقي واخوكم اخوكم اني اقول لكم كافي دماء كافي مناصب. شوف هذول الناس العراقيين انتعبوا من الثمانين ولحد اللحظه اقول لكم كافي حروب كافي قتل كافي دمار كافي. الله يرضى عليكم الله يخلي اولادكم الله يخلي عوائلكم الله يستر على بيوتكم. انا احرمت مني ولدي وانظلمت بس اقول لهم كافي. المن تتحرمون المن تتخاكلون المن تسوون المن والمن كلكم راح تروحون بالقبور وصلوا اربع اصابع ما يفيدكم ما يفيدكم بس العمل الصالح مخافه الله ما يفيدكم بس يفيدكم هذا العمل الصالح مخافه الله المن سياسي لا شيء سياسي راح اقاتل يبقوا على الشعب اخواني السياسيين يبقوا على الشعب انظلم ما تجوع وتقتل انذبح من الارهابيين وداعش ومن كل ظالم. ليش اخواني ليش اخوتي واحنا كلنا عراقيين كلنا اسلام
تقريبا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ايش يسوى سوى الاخر؟ ايش من الحاضر؟ ايش من الحاضر؟ ايش من وراء السمع الاخر؟ ايش من القابعات؟ قافل النور ابن العراق سوركم تاريخ والعظماء سووا دواء تاريخ ملامهم. وينهم سووا تاريخ مراحل وتاريخ وجود في اخواني احبابي اجراسي سياسيين كافي اخواني الله يرضى عليكم جزاكم الله خير رحم الله وليكم اسالكم كافي. انا ودي راح طلعت من العراق العراق اللي يسيك دم كافي عالم اولاد الناس وعالم يعيشون بدوا ياكلوا خبز من حرام طيب والله العراقيين اشرف في الله والله العراقيين النخوه الغيره الشرف والعلوم بدون سنة السني والشيعي والمسيحي والكردي والصابي كل طوائف اخواني الله رسالة لكم من رجل حاج بيت الله أبو علي وأبو عمر أعطيكم رسالة لكم أذكركم يوم الليل يأتي لا يفع لا مال ولا بنون إلا ملك الله بقلب سديد إبن الملك اليوم لله الوعد تفيد المناصب والكراسي والله تفيد والمال خل اسوي التاريخ اسوي لي شيء يفيد الشعب ويفيد الناس المظلومه واليتامى والارامل. ايش يجي باسم الملك على شنو؟ على شنو؟ على البلدان على شنو؟ ايش؟ كل بلدان ايش بس بلدنا العراق؟ العراق ايش؟ اعظم دوله بالعالم العراق. بلاد الرافدين بلاد الحضارة 5000 سنة حضارته. ليش؟ فإحنا أهل التاريخ وإحنا أهل الحضارة وأهل العلم. إحنا البشر ليش من تاريخ الدكتور يخاف عليه ويخاف على المهندس وليش ما درسوا أولادنا ليش ما درسوا أولادنا من الماكو درسوا وراء مرحلة بسيطة وعافوا وعافوا الحب الله ورسوله. سيد لؤي علي عريس في الجنة وعمر عريس في الجنة كل التعازي الحار لكم ومكانك وليس المقبرة إلى جانب الشهيدان أحياء عند ربهم يرزقون. مكانك هو كل دار وبيت في العراق وكل شباب العراق هم أبناؤك. وقبل أن نعزيك مرة أخرى نريد أن نوجه لك هذه الكلمة عبر منبر الشرقية نيوز حيث سعد البزاز يقول لكم أنا أبوكم ومسؤول عنكم مدى الحياة ونزف لك مرة جديدة ولو كانت هذه شيء يعني بسيط بأن يتكفل البزاز بكل مصاريف عائلتي نجليك الشهيدين من الآن وحتى في المستقبل. اطمئن علي وعمر في الجنة علي وعمر عريسا الجنة اليوم. شكرا جزيلا لك. تفضل. أنا أشكر الأستاذ عبد المزاز سعد البزاز أبو اليتامى والمساكين أدري أتابع برنامج ما تمر رمضان وأبكي وأدعي له والله العظيم أدعي له أقول الله يوفق هذا الرجال والله يعطيه الصحة والعافية والله يعلم شأنه وجزاه الله خير ورحم الله والديه ورحم الله والديه. وأنا أشكر إذاعة الشرقية وأشكركم أشكر أستاذ سعد البزاز مرة ثانية. شكرا جزيلا لك قلبنا معك. شكرا لك شكرا جزيلا لك. من
مستغرب جدا ان نسمع، وهذا ما سمعت على اقل تقدير، بتصريحين متتاليين من القياده العامه للقوات المسلحه عبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحه وعبر الناطق باسم قياده وزاره عفوا الداخليه وقياده عمليات بغداد، بان كانت هناك متابعه من قبل الاجهزه الامنيه لهؤلاء الانتحاريين، ثم حصل الامر بعد ان لم يستطع ان يلوذا بالفرار. التفجير الأول الذي قد حدث ثم بعد التفجير الثاني كانت هناك عملية سيناريو معد قام به كلا الانتحاريين بتمثيلية واضحة حتى يستقطبا ويستجمعا أكثر عدد، وبالتالي لا يوجد لحاظ لأي حراك أمني أو رصد حقيقي كان ينبئ بأن هناك عملية متابعة وملاحقة ثم إسقاط هؤلاء. بالتالي هذه المفسدة هي دلالة واضحة على عملية وجود قيادات غير كفؤة وغير قادرة على أن تكون قائدة وتدير الملف الأمني بشكل حقيقي. فورين بوليسي تكشف الخفايا، لا وجود لاسم العراق في خريطة بايدن، وتفجير الطيران مجرد جرس انذار. ما زال العراق مصدوما بالتفجير الارهابي المزدوج في ساحة الطيران، وما بين الفجيعة والبحث عن الحقيقة يعود العراق إلى منطقة رمادية لا وضوح فيها، ويتفق كثير من المعنيين بشؤون هذا البلد على أن وقوع هذه الجريمة بعد يوم من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة لمسؤولياتها في واشنطن ليس صدفة. نعم، ليست مصادفة، فالعراق غير موجود على خارطة بايدن الدولية، والأولوية المطلقة لإيران من جهة ولحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من جهة أخرى، ولا يبدو العراق واحدا من الحلفاء. نعم، لا أحد يرى في العراق لاعبا، بل هو مجرد ملعب وممر لحركة اللاعبين الإقليميين والدوليين. وسط ذلك كله هناك قلق حقيقي في العراق من عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إذ انتهى الأمر آنذاك إلى سقوط أكثر من ثلث العراق بيد داعش، وسط اضطراب سياسي وتنازع بين الوحوش المتكالبة للاستحواذ على السلطة والمال والجاه والسلاح في العراق. ببساطة الرأي في واشنطن، اترك العراقيين يتنازعون فيما بينهم ولا يعنينا، إلى أين سينتهون؟ بمعنى آخر، على السياسيين العراقيين أن يفيقوا من الغفلة، فلا رعاية لهذا البلد ولا وصاية عليه ولا مسؤولية أخلاقية أو معنوية إزاء ما ستؤول الأوضاع فيه. على السياسيين أن يفيقوا من الوهم بأن هناك حماية للنظام السياسي في العراق الذي نشأ منذ سنة 2003، وتفجير ساحة الطيران إشارة بدء للمجهول الآتي. هل يدرك ساسة العراق أن الدنيا تغيرت وأن عليهم أن يتغيروا ويغيروا ما بأنفسهم حتى لا يضيع هذا الوطن العزيز؟ حول هذا الملف ينضم معنا كل من الناشط هاشم الجبوري وأيضا بشير الحجامي. مرحبا بك بداية سيد هاشم، يعني كيف ترى ما حدث في ساحة الطيران، وكيف تعلق ما جرى من تفجيرين إرهابيين وسقط على إثره العشرات من القتلى والجرحى؟ تحية للجميع، تعازينا الحارة للشعب العراقي، وتعازينا للأخ والد الشهيدين عمر وعلي على وجه الخصوص لأنه كان ضيفكم على في الاستوديو قبل قليل.
حقيقة جريمة بشعة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكب كل يوم وكل ساعة بحق هذا الشعب المنكوب. يعني إحنا بالنسبة لمسلسل التفجيرات كان مؤجل ولم يتم إيقافه، هذا يعني اللي نقدر نستنتج الآن، مسلسل التفجيرات والعمليات الإرهابية تم تأجيله لفترة معينة. من سهل احتلال 5 محافظات لداعش هو من سهل عملية تفجير ساحة الطيران بالأمس. الغريب بالأمر في 2018 أيضا كان هناك تفجير مزدوج في ساحة الطيران وتقريبا بنفس الحصيلة أو يعني بأرقام مقاربة، كأنه ضريبة على هذا الشعب أن يدفع شبابه ثمنا للفساد المستشري في مفاصل الدولة والتي هي السبب الرئيسي للاستهداف المستمر للتنظيمات الإرهابية للمواطنين. نعم، نتحول إلى سيد بشير. سيد بشير، اليوم الهاشتاج الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يقول استشهد بائع الشاي وبائع البلا ليعيش بائع الوطن وبائع الضمير وبائع الشرف، ولكن أيضا هناك من يقول حتى لو عاش بائع الضمير وبائع الوطن وبائع الشرف لكن بضاعة هؤلاء رخيصة فمن يشتريها؟ ما الهم؟ يا سيد بشير، هذا التفجير الذي حصل بالأمس أين وضعكم اليوم أنتم كمتظاهرين ونشطاء؟ مساء الخير عليك وعلى الشعب الجريح. أصبح الشعب العراقي كذبيحة بيد قصاب مأجور لا يهمه من يدفع، سمى نفسه طبقة سياسية. هم يا سيدي مستمرون بالذبح، هم غير مهنيين. أعطيك مثال، لماذا أنت تعمل في قناة الشرقية؟ هل لأنك صديق البزاز أم من طائفته؟ ألم تعملوا بناء على مهنيتكم؟ أي مهنية عندنا؟ الآن فصل جديد جلبه الجزار إلينا. في السابق نتحدث عن المحاصصة، الآن المحاصصة والمصادقة. انتبهوا لهذا الموضوع. تبديل قيادات أمنية هي كلها فاسدة لا تهتم، بل وتأتي قيادات بناء على مصادقتها للشخص السيد الكاظمي. ما الذي يجري؟ نبدل سيء بأسوأ، يمتلك تاريخا أسوأ. هل العراق نفذ من الوطنيين المهنيين في هذا المجال؟ هل العراق لا يمتلك طاقات ممكن أن تحفظ دماء هؤلاء الشباب؟ ثم إلى متى؟ والله مللنا من الذهاب إلى سراديق العزاء، نريد أن نذهب إلى سرداق فرح يا أخوان. ما معقولة كل هذا تتحمله الطبقة السياسية التي لا تزال تراهن على القتل وخلط الأوراق. كل هذا يجري، ولهذا انبثقت تشرين، لهذا جاءت تشرين لتغيير كل هؤلاء. هؤلاء لا يمكن أن ينفعوننا لأنهم لا يمتلكون الإرادة الحقيقية الوطنية. هؤلاء هم أداة بيد كل المعسكرات سواء كانت أمريكا أو إيران أو العرب أو الخليج. هؤلاء سجينين إراداتهم ومغانمهم، أولادهم ينعمون بالسحت الحرام وأولادنا يقتلون حينما يبيعون الشاي. ما الذي يجري؟ هذه قسمة ضيزة لا يقبل بها لا الله ولا حتى شرائع الكون. يا أخي ابتلينا بهؤلاء وسوف لن يصلحوا من حال ما لم نحن نبدلهم نغيرهم. هؤلاء عقيمي الإرادة الحقيقية، هذا مطلبنا التشرين، لهذا قام التشرين. هم بارعون بالقتل والتشتيت والطائفية، يعزفون على كل الأوراق اللا إنسانية. اترك موضوع الدين والديانات، هم يعزفون على كل المعزوفات التي تتسافل بالخلق البشري للأدنى. ابتلينا بهم خلال 17 عام، ماذا يريدون؟ كل شيء غير موجود في العراق، أبسط مستلزمات الحياة. كل
كل هذا لأنهم متربعون بمغانمهم لا يمتلكون الإرادة، وسيء يأتي بعد سيء. أنا لا أحب أن أتشام، ولكن أقول لكل العراقيين: مخرجكم الوحيد من هذا الموت والقتل والتجويع والتسويف هو تشرين ومبادئ تشرين، مبادئ تشرين التي جاءت نحو التغيير. يا سيدي، نحن يجب أن نغير هؤلاء، هم يغيرون بنفاياتهم. ماذا يعني أن تستبدل لي قيادة أمنية بأخرى جاءت من خلال محاصصة أو دمج؟ إلى متى؟ سيد بشير، اذهبوا إلى المهنية. نعم تفضلي. نعم، انتقل بالحديث الى السيد هاشم. يعني عدنا للايام الداميه، الجمعه الداميه، الخميس الدامي، والاربعاء الدامي، وهذه التسميات ما قبل الانتخابات، وكل مره نشهد نفس هذا المسلسل. اليوم يرى الكثيرون ومنهم الشارع، عندما سالناهم في التقارير الموجهه للشرقيه نيوز، كان اغلب رد المواطنين انها رساله سياسية بحتة إلى العراقيين البسطاء، أن عليهم السكوت، أن عليهم أن يظلوا تحت وطأة الساسة الموجودين في الساحة. أنت كناشط اليوم وكناشطين، ما دوركم حتى يعي المواطن أو يعي المسؤول اليوم أكثر أن العراقي والمتظاهر هو الموجود اليوم في الساحة وليس هو الباقي؟ حين يكون السياسي فقط بالاسم هو سياسي، هذا يحتاج إلى بضاعة يسوقها على البسطاء ليبقى متصدرا للمشهد السياسي باستمرار، مع العلم أنه هو لا يمت للسياسة بصلة، وإنما هو يعني استولى على الأمور بقوة السلاح. يعني اليوم الطبقة السياسية ملكت زمام الأمور في العراق بعد الاجتياح الأمريكي للعراق. طيب، هنا هو إجى بقوة السلاح، وهو أساسا بقى مستمر يسوق نفسه بقوة السلاح، سواء عن طريق التهديد أو إيهام الشعب بأنهم هم الحامي وهم الحارس وهم المدافع. طيب، لما يكون هنا يعني أكو استقرار أمني في الشارع، بالتأكيد المفلس سياسيا سيلجأ لخلق أزمات، وخصوصا أن سياسيين وللأسف يعني معظمهم يعني يكاد يكون السواد الأعظم من السياسيين العراقيين هم تجار أزمات. يعني هو ما عنده أي شيء ممكن أن يسوقه للمواطن. يعني مثال بسيط، اليوم في أي حملة دعاية انتخابية بالعالم نرى السياسيين يطرحون برامج سياسية، ولكن في العراق يطرحون يعني شاحنات السبويس والتبليط. يعني هذا احنا واصلين مرحلة كارثية، ما عندهم اي برنامج سياسي واضح، ما عندهم اي برنامج ممكن انه يكون لخدمة هذا الشعب، بالاضافة الى انه يترجمون العلاقات الدولية ترجمة خاطئة، بحيث انهم يعني يمتهنون العمالة للدول الاجنبية سواء الشرقية او الغربية، ظنا منهم أنها أو تسويقا منهم أنها هي علاقات دولية. لا، بالعكس، هذه هي قمة العمالة، أنك ترى أبناء بلدك يذبحون كل يوم وأنت تكتفي بالاستنكار، تكتفي بالشجب. حتى لما يكون هناك يعني إجراء صحيح، طبعا تغيير القيادات الأمنية هو إجراء صحيح، لكن الإجراء منقوص، منقوص لأنه القيادات الأمنية اليوم هي المسؤولة عن أي خرق أمني. ما انحالوا إلى التحقيق، وإن كنا لا نؤمن بأن هناك لجنة تحقيقية ممكن أن تنصف الشعب وتخرج المسيء وتشير له بالإدانة، لا، هنا الموضوع راح يكون يعني بالإضافة إلى عدم محاسبة المقصرين في أداء واجبهم بحماية المواطن، أيضا استبدالهم. يعني اللي شفناه أنه أكو بعض القيادات اللي تم استبدالها رجعوا القديم مكانه. شكرا جزيلا لك الناشط بشير الحشيمي، ونشكر أيضا السيد هاشم الجبوري، شكرا جزيلا لكما. أتكلم بصراحة، ملفات الاغتيالات فيها نوع من التعقيد، فيها نوع من التداخلات، فيها نوع من التجاذبات. انزال على من؟ على المطعم التركي. لماذا؟ وقت التظاهرات يفضل احتجاجات.
الاحتجاجات كانت مستمرة. هذا الموضوع ما انطلق في جلسة رسمية قطعية. حتى أكون منصف في بادئ الأمر كانت أكو ضغوطات، بس من شافكم مستمر حقيقة لن يتدخل أي جهة. في البداية صارت وبعدين بس ما توقفت. مفسد ما إلى داعي. هذا يكون ضعيف وسهولة انكم شيء يعني من يوقع يمتي. واكو مفسد مهما يكابر ويناور الداعم له يجي يوم لازم ينكشف. دائما الحبل مال كذب قصير، دائما أشعة الشمس لا يعجبها الغربي تشرق، لأن يعني المال العام دائما للجميع. المواطن هم يلتون بأحزابهم قتلهم ويلاشون كل من يكون للميليشيا وجماعته يمشون بالنظام اللي كل سنة هو معمول به كل 4 سنوات هي نفس العملية. جمعة حزينة في بغداد، يموت بائع الشاي والبالة ليعيش بائع الوطن والشرف. ينضم إلينا الآن السيد خالد الأسدي رئيس الكتلة النيابية لحزب الدعوة تنظيم العراق. أهلا بك سيد خالد. سيد خالد، ما هو شعوركم؟ لا أقصد أنتم أو الكتلة، أتكلم بشكل عام، ما هو شعوركم عندما كان يقال في السابق بأن الشعب في واد وأن السياسيين في واد آخر؟ وما هو شعور هذه الطبقة السياسية اليوم بعد هذين التفجيرين عندما يقال بأن السياسيين منشغلون بالانتخابات وبالمكاسب وبالمغانم والصراعات فيما بينهم والمواطن يبيت تحت التراب؟ سيد خالد، بكل شفافية ووضوح، المسؤولية الأخلاقية لأهل السياسة في العراق اليوم ماذا تحتم؟ ومرة جديدة نذكر بأن السيد خالد الأسدي هو قيادي في ائتلاف دولة القانون. تفضل سيد خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل التعزية لأبناء شعبنا بهذه الحوادث المفجعة. بلا شك أن القوى السياسية بكل تفصيلاتها مسؤولة عن تدعيم المؤسسات الأمنية للحؤول دون حدوث مثل هذه الأعمال الإجرامية اللي تستهدف المواطنين. ولكن خليني أشير إلى نقطة غاية في الأهمية بتقديري، أن طبيعة الاستهداف للمواطنين بشكل مباشر يعكس محاولة لإعادة العجلة للاستهدافات الطائفية، لأنه عادة هناك نوعين من الاستهدافات. هناك استهدافات سياسية تستهدف البنى التحتية للدولة، تستهدف بعض المؤسسات بعض الدوائر، ولكن أن يتم استهداف المواطن بشكل مباشر لأنه مواطن فبالحقيقة لا يمكن تفسيره إلا في ضوء محاولة لاستخدام صناعة النزاعات الطائفية أو الاستهدافات الطائفية كأدوات للتأثير في مستقبل الوضع العراقي. بكل تأكيد حتى نستطيع أن نتغلب على كل هذه التحديات، وهي تحديات مهمة وخطيرة، مطلوب من القوى السياسية، من أبناء الشعب، من كل المعنيين بالشأن العراقي اللي يعنيهم حياة واستقرار وثبات حياة الناس، عليهم أن يتكاتفون مع الأجهزة الأمنية. تعريض الأجهزة الأمنية للانتهاك وإلى الإضعاف وإلى الاستهداف أمر فيه خطورة كبيرة وينطلي على تحديات خطيرة مستقبليا. ولذلك احنا نعتقد بضرورة الوقوف صفا واحدا أمام هذا التحدي، اللي هو مو تحدي لا لحزب ولا لمجموعة سياسية ولا لطائفة ولا لمجموعة خاصة، إنما هو تحدي لحياة الناس في هذا البلد. وبالتالي على الجميع أن يتحمل مسؤوليته بشكل واضح ومحدد، وأن فعلا تجري تحقيقات بشكل دقيق
إجراءات الحكومة بمعاقبات جماعية لمجموعة من القادة العسكريين، قادة الضباط، أجهزة بعض القادة الأمنيين لوحدة مو كافية بلا تحديد لهذه المسؤوليات بشكل شفاف ودقيق، حتى الرأي العام العراقي يطمئن إلى سلامة الإجراءات، لأنه قد يعاقب من هو جيد وناجح وقد يفلت من هو سبب في مثل هذه الإخفاقات أو الأخطاء أو حتى الخروقات الأمنية اللي يروح ضحياتها عدد غير قليل من أبناء شعبنا وخصوصا المواطنين من عندهم. لذلك بالفعل نؤكد على ضرورة أن فعلا تلجأ الحكومة إلى تحقيق شفاف وواضح وسريع في نفس الوقت، يحدد المسؤوليات ويعزز قدرات الأجهزة الأمنية خصوصا في الجانب الاستخباري. وبالحقيقة العتب واللوم ربما ينصب اتجاه الأجهزة المخابراتية للعراق اللي فعلا يحتاج أن تمنع دخول الإرهابيين إلى العراق قبل تواجدهم على الأراضي العراقية كواحدة من أهم الفعاليات اللي تمنع مثل هذه الفعاليات الإجرامية داخل الأراضي العراقية. نعم سيد خالد، أرحب بك مرة أخرى. بما أنه حضرتك تكلمت عن المسؤولية، فالكل اليوم مسؤول مما جرى وخاصة إذا كان في سدة الحكم. ما موقف الحزب مما يجري، وما موقف الائتلاف ائتلاف دولة القانون من التصعيد والتطور الأمني اللافت الأخير؟ يعني هو بكل تأكيد أمر خطير جدا أنه بعد حدود 3 سنوات من الاستقرار الأمني الملحوظ يكون هناك خرق واستهداف للمواطنين بشكل مباشر. هناك ربما أجندة وإرادة مختلفة إقليميا أو دوليا أو حتى محليا تريد فعلا إعادة العراق إلى مربع الاستهدافات. هذا يفرض على كل القوى الخيرة والوطنية في العراق أن تضافر جهودها وتمنع مثل تكرار مثل هذه الأعمال. ما يمكن يعني الركون إلى من الإطمئنان أن وعي شعبنا بشكل جيد أنه سيواجه أي محاولة لزرع الفتنة الطائفية في هذا البلد ومحاولة جر البلد إلى صراعات من هذا النوع، لكن في نفس المستوى هو تحدي خطير للأجهزة الأمنية، للحكومة، للإدارة الحاكمة الآن في العراق، وعليها أن تثبت قدرتها وجدارتها في معالجة مثل هذا الخرق. كيف استشعرت سيد خالد، اسمح لي، بأنها ضربة ومحاولة للتفرقة وللفتنة ولخلق الطائفية؟ الموت لا يفرق يا سيد خالد بين السني والشيعي والمسيحي، كيف استشعرت ذلك؟ وبمعنى آخر، يعني بشق آخر من سؤالي، كيف نستطيع أن ننأى اليوم أمام جملة الإدانات التي صدرت من الكتل السياسية أن ننأى بالقرار الأمني عن التدخل الحزبي والسياسي؟ لماذا لا يستقيل سابقا أو يستقيل حاليا من هو ليس على قدر المسؤولية؟ هل كتلته تمنعه؟ هل حزبه تمنعه؟ هل طائفته تمنعه؟ هل يعني سنظل نصبر حتى تحصل مثل هذه المجزرة ومن ثم نجذب ونستنكر وندين؟ أولا كيف استشعرت؟ لأن طبيعة الاستهداف هو استهدف مواطنين بشكل مباشر وبحزام ناسف وبقضية واضحة المعالم. هذه الاستهدافات عادة كانت تحدث في زمن الشيوع العقلية التكفيرية وذات الأجندة التكفيرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك يعني مراجعة لسجل الأحداث الأمنية، لأنه هذا النوع من نوع الاستهدافات اللي تنطوي على أبعاد تكفيرية وإرهابية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه بالفعل عملية ثقافة الاستقالة إلى الآن غير موجودة في كل مؤسسات الدولة العراقية إلا ما ندر،
وبعيدا عن موضوع الاستقالة ومن عدم الاستقالة، لا يوجد مانع يمنع أي أحد من أن يستقيل إذا ما شعر بأنه مقصر في واجبه وفي مهمته وما إلى ذلك. لكن قبل الاستقالة وقبل الحديث عن هذا الموضوع، من المهم جدا أن فعلا رئيس الوزراء يتحمل مسؤوليته، والأجهزة الأمنية والأجهزة الإدارية في الدولة العراقية تتحمل مسؤوليتها وتطلع الرأي العام العراقي بشكل محدد أن كيف دخلوا هؤلاء الإرهابيين للعراق، من سهل لهم، كيف تم تزويدهم بهذه يعني العبوات، كيف استقروا في هذه المنطقة، من هو المسؤول المباشر عن متابعة مثل هذه الأمور. هذه ينبغي فعلا أن يتم إطلاع الرأي العام عليها حتى يتم منع تكرار مثل هذه الأعمال. نعم سيد خالد، يعني قلت أن هناك من يريد أن يزرع الفتنة، اليوم علي وعمر شهيدان في نفس المكان، يعني الشعب واعي بما يحدث، لكن متى ستدرك أو تستشعر هذه المرة الأحزاب السياسية، وهل استشعرت أن بدايتها قد انتهت في الأشهر المقبلة على اعتبار أن الانتخابات قريبة جدا، وأن المواطن العراقي أصبح مدرك تماما أن لا وجود للأحزاب، للكتل السياسية أن تعيد نفسها بشكل وبصيغة أخرى، لهذا فعلت ما فعلت في الجمعة الدامية؟ أولا لا أتفق معكم في هذه، لأن هذا اتهام يحتاج أن تثبتونه بدليل. لكن بشكل عام الانتخابات لا زال وقتها مبكر، هناك 10 أشهر ربما تفصلنا على الانتخابات، ومن الطبيعي أن القوى السياسية تتجه باتجاه الترويج لبرامجها ولمشاريعها الانتخابية، هذا أمر طبيعي، هناك حالة من التنافس أيضا أمر طبيعي. نشأت الآن عشرات الأحزاب الجديدة، وهذا أيضا جزء من العملية الديمقراطية في البلد. بتقديري إلقاء التهم بشكل جزافي أمر لا يخدم أحد، لذلك من الضروري جدا. طيب من المستفيد إذن؟ من المستفيد مما حدث؟ الضغط على الحكومة ومؤسسات الدولة للتحقيق وإعلان النتائج بشكل دقيق، حتى المقصر الجاني الفاعل يقدم للقضاء ويجازى بشكل كامل. سيد خالد، كيف نهدئ الشارع العراقي اليوم؟ كيف اليوم نهدئ الشارع العراقي؟ يعني لا تحقيقات نفعت ولا تغييرات في المناصب سابقا نفعت، ولا كل ما قامت به الطبقة السياسية قد نفع في السابق. كيف نهدئ الشارع اليوم الذي يطالب بالحقيقة، بالمكاشفة، بالمصارحة؟ ما هي التدابير التي ترضي يعني الشارع من وجهة نظركم؟ ثلاث خطوات على الحكومة، وأنتم من تمثلون الشارع والمواطن. نعم نعم نعم، أنا أعتقد هناك ثلاث خطوات أساسية على الحكومة أن تتخذها الآن لفعلا إثبات قدرتها ومهنيتها في إدارة الملف الأمني وحماية المواطنين. الأولى دعم الأجهزة الأمنية بشكل واضح وعدم التفريط بالكفاءات الأمنية العراقية. اثنين فعلا كشف المتورطين أو المساهمين أو حتى المقصرين بشكل سريع للرأي العام ومحاسبتهم. والأهم من ذلك بتقديري هو نزع الإطمئنان من الإرهابيين من خلال إعدام كل أولئك الإرهابيين اللي تم الحكم عليهم من قبل القضاء العراقي بشكل كامل، وعدم إبقائهم فترة. طمع الإرهابيين بأنه لا يمكن القصاص من عندهم، لأنه ربما هناك من يدافع عنهم أو ينتظر الإعداد لقانون للعفو حتى يعفو عنهم بشكل وبصيغة وبأخرى. هذه الخطوات بتقديري ستطمن الشارع العراقي وستدفع الشعب وكثير من أبناء الشعب للاصطفاف مع الأجهزة الأمنية ومع مؤسسات الدولة. السيد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، كنت ضيفا كريما في حصاد الليلة، أهلا بك.
المواطن هم يلتون بأحزابهم كتلهم ويلاشون كل من يكون إلى الميليشيا وجماعته يمشون بالنظام اللي كل سنة هم معمول به كل 4 سنوات هي نفس العملية. جمعة حزينة في بغداد، يموت بائع الشاي والبالة ليعيش بائع الوطن والشرف. والله تعبت هذه أمور أكبرت أمور أبويت تربية صحيحة. بقلب مفجوع وصوت موجوع والد عمر وعلي يبيت في المقبرة مع نجليه الشهيدين. بعد حملة خالات أطاحت بقادة كبار، القائد العام للقوات المسلحة يؤكد أرواح الناس غير خاضعة للمجاملة أو صراعات الكتل. الفورين بوليسي تكشف الخفايا، لا وجود لاسم العراق في خارطة بايدن، وتفجير الطيران مجرد جرس إنذار. حناجر الحبوب تفضح تحالف الأحزاب مع داعش وتنتصر للفقير الذي عاد بالتابوت بدل قوت يومه. محافظات العراق تتداعى لمصاب بغداد، كل المدن تصلي للشهيد الغائب. أعلن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأنه سيشرف شخصيا على عمل الأجهزة الأمنية والاستخبارية ولن يسمح بخضوع المؤسسة الأمنية إلى صراعات القوى السياسية. القاظمي أكد خلال جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني أن أرواح العراقيين ليست مجاملة، ومن لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية يجب أن يتنحى من موقعه فورا. القاظمي شدد على أن ما حصل الخميس هو خرق لن يسمح بتكراره، ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته. وحول التغييرات التي أجريت في مفاصل المؤسسة الأمنية، قال القاظمي إن سلسلة التغييرات الأخيرة شملت البنية الأساسية، وإن العمل جار على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات المقبلة. هذا ونظم العشرات من المتظاهرين في ساحة الحبوب وسط الناصرية وقفة احتجاجية تنديدا بالتفجير الإجرامي المزدوج الذي ضرب ساحة الطيران. وطالب محتجون في الحبوب السلطات الحكومية بمحاسبة مرتكبي الجرائم التي ترتكب ضد الأبرياء والكشف عن الجهات التي تقف وراءها، مؤكدين أن تظاهراتهم السلمية اليوم هي صرخة حق بوجه السياسيين الفاشلين وصراعاتهم الفئوية التي انعكست على الأمن العام. أبو الشاي والحمال واللي يبيع باله الفقير ذنبه هنا ما حصلنا فرصة عمل
يبيع بالات طفل يبيع شاي، شنو ذنبه؟ سوى نابس على كرسي، نابس على دين، ذنب الوحيد اللي خمسة لعياله، ذنب الوحيد اللي خمسة لعياله يجيب حليب لعياله. دانا شيوخ عشائر بابل الهجمات الإرهابية التي طالت الأبرياء في بغداد داعين المواطنين كافة إلى التصدي لمحاولات زرع الفتنة. وذكر بيان مركزي أن العشائر العراقية تقف موحدة في نبذ الإرهاب ودعم القطاعات الأمنية والاستخبارية ليعم الأمن في المحافظات كافة. نستنكر وبشدة العمل الإجرامي الذي أطاله الأبرياء من أبناء شعبنا العراقي، ونستنكر كل ما يصيب أبناء شعبنا من ويلات ومن جوع ومن فقر. وهذا العمل لا ينعزي على الانتخابات أو على أمور أخرى سياسية، بل هو تفكيك للحمة الشعب وزرع الفتن الطائفية بين أبناء شعبنا العراقي. لذا نستنكر وبشدة هذا العمل الإجرامي، وندعي من الله أن يعم الأمن والأمان في عموم بلادنا والشفاء العاجل لجرحانا والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. ونظم ناشطون وممثلو منظمات في أربيل وقفة تضامن مع ضحايا تفجيرات الهجمات الإجرامية في العراق، مستذكرين التضحيات التي قدمها الشعب العراقي منذ عام 2003 ولغاية الآن. هذا وشارك العشرات في تجمع لإيقاد الشموع أمام موقع قلعة أربيل بمشاركة عدد من ممثلي المكونات الذين عبروا عن تضامنهم الكامل مع عائلة الضحايا، مشيرين إلى أن جرح العراقيين واحد. اليوم قلعة أربيل ونحن كإعلاميين وناشطين مدينة أربيل نقف حدادا إلى أرواح الشهداء أخواننا في بغداد. الفاجعة اللي الأمس صارت في عاصمة العراقية بغداد، اليوم نقف حدادا ونقول سنة 2021 هذه الانفجارات، يعني إلى متى الشعب العراقي تنزل دماء؟ الله يرحم كل الشهداء، ونتمنى من الجهات المعنية والجهات المسؤولة أنها تكون بالفعل على قد المسؤولية اللي هي موجودة بها حاليا، وتقوم بواجبها بشكل صحيح، لأنه صدق وصلنا لمرحلة أنه تعبنا، واللي دا يصير بشكل عام بكل العراقيين حرام، واللي صار يوم أمس هذه أكبر جريمة، بمعنى أنه سلسلة التفجيرات لا تزال مستمرة لغاية هذه اللحظة، حتى من بعد ما تغيرت الحكومات تتغير، لكن الوضع كما هو عليه الحال مع كل أسف. اليوم تجمعنا هنا بأربيل نشعل شموع على روح أرواح الشهداء في ساحة الطيران، ونطلب الرحمة والحياة الأبدية للشهداء، ونطلب الشفاء العاجل للجرحى. أكيد احنا اليوم جايين نوصل رسالة، هي رسالة السلام. أنا بالنسبة لي كمسيحي احنا ولدنا من أجل السلام، المجد لله في العلا وعلى أرض السلام وبين الناس المسرة. وتداعت محافظات العراق لإقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء تفجيري ساحة الطيران في بغداد، وذلك بعد صلاة الجمعة في المساجد كافة. وأقيمت صلاة الغائب في كل من نينوى وصلاح الدين والأنبار وبابل والديوانية وذقار والبصرة وميسان، بالإضافة إلى مدن أخرى استذكر فيها المصلون أرواح الأبرياء الذين ارتقوا جراء العملية الإرهابية في بغداد. الله أكبر.
بوليسي تكشف الخفايا، لا وجود لاسم العراق في خارطة بايدن، وتفجير الطيران مجرد جرس إنذار. على الخط السياسي الدولي، حذر تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية من أن تفجيرات بغداد الأخيرة مجرد جرس إنذار ومجرد تذكير للإدارة الأمريكية الجديدة، مفادها أن غياب العراق عن أجندة بايدن خطأ كبير. ويقول التقرير الأمريكي أنه لو وجود اسم العراق في خارطة بايدن، وإن من الغريب بأن العراق بالكاد يذكر في واشنطن حتى مع وجود شبه إجماع على أن إيران ستكون من بين القضايا العليا في السياسة الخارجية التي ستعالجها إدارة بايدن في وقت مبكر. وجاء تقرير الفورين بوليسي في الوقت الذي رجح دبلوماسيون أجانب في بغداد أن سياسة بايدن نحو العراق ستقوم على قاعدة ترك اللاعبين المحليين يواجهون بعضهم الآخر، وهو ما سيفتح الطريق أمام القوى الخارجة على القانون بما فيها داعش للتغلغل مجددا في جسد العراق. ويؤكد التقرير أن هجوم الطيران الذي يأتي بعد يوم واحد فقط من تنصيب بايدن هو تذكير بأن المخاطر التي يواجهها العراق لا تزال حقيقية جدا. ونفتح هذا الملف مع السيد فاضل أبو رغيف الخبير في مجال الأمن والسياسة، وكذلك الكاتب والصحفي السيد كاظم المقدادي. نبدأ معك سيد فاضل أبو رغيف، يعني تقرير لمجلة فورين بوليسي تقول من أن تفجيرات بغداد الأخيرة هي مجرد جرس إنذار، وأن تنصيب بايدن الذي لم يذكر حتى في خطابه شيء عن العراق وعن سياسة العراق، وأنه سيترك الأمر للساسة العراقيين. ما تعليقك على هذا الموضوع؟ نعم، بدنا تحية طيبة لك سيدتي ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيفك أستاذنا الكبير الدكتور كاظم المقتادي. يعني أولا، دائما العرب يدخلون نظرية المؤامرة في كل تحليل قد يقع فيهم، لذلك التنظيمات الإرهابية تحاول بين فينة وأخرى أن تضرب مفاصل يعني أي نقطة وأي منطقة حرجة وأي مفصل رخو وأي ثغرة أمنية تستغلها، لأن التنظيم كما عبرت في مناسبات سابقة هو تنظيم انتهازي، تنظيم يحاول أن يقفز على أي نقطة حرجة ونقطة عبارة عن ثغرة أو ضعف أمني في مكان ما. لذلك التنظيم دائما يلجأ إلى الأماكن التي تكتظ فيها الجماهير والمواطنين والناس حتى يثخن بالجراح وحتى يكثر العديد. هذا إذا علمنا أن نجم التنظيم قد أفل منذ حوالي 3 سنين خلت، حينما انكسرت دولة التمكين التي كان يتوارى خلفها في بدايات 2013 وما تلاها، وبعد انكساره في 2017 ما عاد له الوجود. وبعد مقتل البغدادي تسنم عبد الله قرداش سدة ما يسمى بالخلافة المزعومة، ودفع باتجاه ما يسمى بولاية شمال بغداد التي بدأها من مناطق الحدود ما بعد الكاظمية إلى سامراء، يحاول أن يرسل رسل الموت هناك. لكن حقيقة هذا العمل الإرهابي يكاد يكون الذي حدث صبيحة يوم أمس، والذي فجع به العراقيون بطريقة لاذعة يستحق منا التنبه مرة ثانية. المشاكل عويصة يا سيدتي، من بينها أهم مفصل إذا أردنا أن نقضي على الإرهاب قضايا كثيرة، من بينها إعطاء ملف أمن بغداد إلى وزارة الداخلية. نحن نعطي الملف إلى وزير الداخلية، وزير الداخلية لديه خبرة سابقة حينما كان يقود وزارة الدفاع في المراحل المنقضية. لذلك دائما الجيش هو يخرج خارج المدن، ووزارة الداخلية، وزارة الداخلية تملك الموارد البشرية، تملك الموارد التقنية، تملك الأعداد، تملك الشرطة الاتحادية التي خبرت ومارست حرب المباني المشيدة وحرب الكري والفر، وتملك الأجهزة الاستخبارية من مكافحة الإرهاب إلى خلية الصقور إلى الجريمة المنظمة في مكافحة الإرهاب، وتملك هي الأخرى أيضا فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الجنائية بمكافحة الإجرام. لذلك هي لديها القدرة والاستعداد لمكافحة الإرهاب داخل العاصمة بغداد.
كذلك هناك نقطة مهمة جدا وهي الكاميرات. الكاميرات العراق الآن العاصمة بغداد تحتاج إلى إصلاح منظومة الكاميرات، إضافة كاميرات أخرى حديثة، وإعطاء موضوع الكاميرات أمر إلى شأن هام فيما يتعلق ب لأنها تكشف الجريمة، لأنها تساعد على كشف الجريمة. فضلا عن ذلك تدوير القطعات التي مضى عليها أكثر من سنتين، فضلا عن ذلك كانت عمليات المشتركة اطلعت بدور كبير سيما فيما يتعلق بضبط الحدود وفتح شق من قبل الهندسة العسكرية، وبالاستعانة أيضا بالموارد البشرية لوزارة الموارد المائية. لذلك ضبط الحدود وهذه الأمور التقنية والفنية واللوجستية التي ذكرتها بالإمكان أن تكون يعني عوامل جيدة جدا لدرء مخاطر الإرهاب في المرحلة المقبلة وحتى الحالية. سيدتي، نتوجه بسؤال إلى السيد كاظم المغدادي الكاتب والصحفي. سيد كاظم، هل نقلل من أهمية التحذيرات الدولية اليوم كالتحذير الذي أطلقته الفورن بوليسي، أم نأخذ به بالحقيقة؟ احترنا اليوم عندما يقال بأن العراق ملعب وليس لاعب، متلقي ينتظر يتريث ما الذي يصدر من الخارج، مجرد ممر. ترك الساسة في العراق يواجهون بعضهم، سيجر البلد إلى أين؟ وبطريقة أو بأخرى، أهل السياسة اليوم في العراق هل يعون أين يقفون؟ هل يستطيعون أن يتعاطوا مع ما قد يصدر من الخارج ويكون لهم موقف؟ أو كيف يتعاطون معه ويعالجون المشاكل؟ أم أين نقف؟ تحياتي لكم، الرحمة لشهدائنا أولا والشفاء للجرحى. تحياتي لصديقي الأستاذ فاضل أبو رغيف ولكل مشاهدي الشرقية. يعني هو يوم ثقيل كان ويوم محزن حقيقة يعني. وأنا أعتقد يتعلق هو بالجانب السياسي أولا، عندما لا تكون هناك عملية سياسية ناضجة، عملية سياسية وطنية، بالتأكيد تجر خلفها كثير من المآسي. يعني احنا اليوم عندما نتكلم حقيقة ربما السيد مصطفى الكاظمي هذه المرة كانت إجراءات كل الإجراءات اللي اتخذها كانت إجراءات سليمة وسريعة حقيقة، وتكلم عن نقطتين مهمتين وربما ثلاثة، هي تشتت الجهد الأمني. احنا اليوم كم دائرة وكم مسؤول وكم عمليات تتم ويتحدث عنها الجميع، وهذا لا يجوز. يفترض أن يكون هناك متحدث رسمي واحد. احنا عندنا ثلاث متحدثين يتحدثون عندما تكون هناك عملية انتحارية أو عملية إرهابية، وأنا أعتقد هذا خطأ، لأن أحيانا نجد أيضا تناقض في كل ما يتحدث به الأخوة وهم على مستوى طبعا ألوية، الأخ يحيى رسول وتحسين الخفاجي وخالد المحنة. إذا أنا أعتقد يجب أن أنا وأيد طبعا صديقي الأستاذ فاضل أبو رغيف أن تكون فعلا وزارة الداخلية هي المعنية، واليوم على رأس هذه الوزارة وزير حقيقة كفو ومهني ومعروف بتاريخه طبعا. إذا التشتت هذا متى ينتهي؟ يفترض بالسيد الكاظمي أن يعمل على إنهاء هذا التشتت. وأيضا مصادر القرار الأمني أيضا كثيرة، أيضا يجب أن تنتهي هذه المصادر ويكون هناك مصدر أمني واحد. هذا التعدد بالمسميات وبالفروع وبالتفاصيل يضعف الجهد الأمني، يشتت الجهد الأمني. هذه مشكلة حقيقية. اليوم الأمن بالمناسبة هو نقيض الخوف. إحنا اليوم هل عندنا خوف أم أمن؟ أنا أسأل مواطن. الأمن أيضا يعتقد بالنهاية على جانبين، جانب مادي وهو جانب يتعلق حقيقة بالجانب التجهيزات ومحاولة أيضا إيجاد فرص تطوير للعمل الأمني باستمرار، والجانب المعنوي حقيقة يتعلق بالمواطن. ما علاقة المواطن بالأجهزة الأمنية؟ هل يشعر المواطن أنه خائف أم غير خائف؟ لغويا الأمن قلت نقيض الخوف. هل عندنا أمن أم خوف الآن؟ الخوف حقيقة مستمر، الأمن قد يحدث أحيانا لكن الخوف يظهر في جوانب كثيرة ومتعددة. إذا يجب أن ننتبه إلى أن الجيش العراقي وأيضا الشرطة الاتحادية في
في صفوفها ترهل كبير وتشظي كبير وحالات الدمج بالمناسبة لم يتحدث عنها أحد. يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي. لا يمكن أن يقفز ضابط ملازم أو عريف ويكون فريق ركن أو لواء. هذا معيب للجيش العراقي. نعم حدث في النظام السابق، يعني كان علي حسن المجيد أيضا عريف وصار وزير دفاع وأيضا حسين كامل، لكن هذا على مستوى أفراد. أما الآن على مستوى جماعات، هذا حقيقة يضعف الجانب المعنوي في الجيش وفي الشرطة الاتحادية. أنا أعتقد رد الاعتبار الكبير الذي حدث في الموصل وطرد داعش نهائيا من مدينة نينوى العظيمة، من قاد؟ قاد ضباط مهنيون كبار لهم تجربة كبيرة في الجيش العراقي. إذن يجب أن نبحث اليوم عن الحقيقة، الضابط المهني الوطني أيضا. أنا أتعجب أحيانا، واليوم أيضا ذكر السيد الكاظم نقطة مهمة بالمناسبة، أنه أن لا تخضع الأجهزة الأمنية للصراعات السياسية وأن تكون ذيلة، هذا خطأ. نعم سيد كاظم، نشاهد بعض المؤتمرات السياسية الأحزاب الدينية وغير الأحزاب الدينية وهناك ضباط كبار يحضرون، هذا لا يجوز. يجب أن يبتعد الجيش والشرطة الاتحادية عن السياسة، يجب أن يعتمدوا في توجهاتهم، في سلوكهم، في كل ما يتعلق بهم حقيقة بالجانب الوطني فقط. يجب أن يكون هناك شعور وطني. يجب أيضا أن ننظر حقيقة للمستقبل نظرة تفاؤل. لحد هذا اليوم حقيقة المواطن العراقي ليست له نظرة تفاؤل، هناك إحباط، هناك حزن. هذه العملية الجبانة اللي قام بها داعش حقيقة، يعني أسميها واقعة 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 الطيران، واقعة خطيرة جدا بعد 3 سنوات تقريبا من الهدوء. طيب هذه العاصمة، ألم يستشعر أحد من هؤلاء القادة كم تكوين عندنا أمني، وكم وزارة وكم مديرية، طيب وكم مستشارين بالعشرات؟ ألم يستشعروا أن العاصمة هي قريبا سيحدث بها ما حدث البارحة في ساحة الطيران؟ كيف لا يحدث وديالة يحدث فيها كل يوم؟ تنظيم إرهابي يفجر كل يوم في ديالة، وفجر في الفلوجة وفي أبو غريب وفي سامراء. إذن ما الذي يمنعه أن يفجر في بغداد؟ الظاهر لم يستشعر أحد، والدليل أن معظم الكاميرات في بغداد لا تعمل، والدليل أن الحس الاستخباري ضعف كثيرا وخاصة في الأماكن المزدحمة التي هي وهذه الفكرة تجري سيد كاظم. عادة نعم. عمليات انتحارية كبيرة، نعم، مثل ساحة الطيران ومثل أيضا الشورجة والكرادة. نعم. سيد كاظم، أنقل هذه الفكرة إلى الخبير في مجال الأمن والسياسة سيد فاضل أبو رغيف. يعني عندما قلت سيد فاضل أن العراق والأجهزة الأمنية والجيش العراقي مكتمل من حيث العدة والعدد، لكن ماذا إن تحدثنا عن وجود الأشخاص غير المناسبين في المكان الغير مناسب؟ عندما نتحدث عن انفلات السلاح، عندما نتحدث عن سطوة الكتل السياسية، كيف يمكن أن نتحدث عن جاهزية جيش بأكمله وتصدي قوة أمنية لما يدور اليوم في الشارع في ظل هذه الظروف؟ يعني أبين لك، أولا الجيش العراقي هو دائما بالمرصاد لأي تصرف. خذي مثلا مديرية الاستخبارات العسكرية، خلال 4 أشهر المنقضية استطاعت أن تكبح جماح تسلل مجاميع إرهابية على شكل عوائل خلال من الحدود العراقية السورية من جهة غرب نينوى. وخذي مثلا جهاز المخابرات الوطني العراقي بإشراف قيادة العمليات المشتركة، الأسبوع المنقضي الخميس الفائت استطاعت واهتدت إلى قتل مزيد من القيادات الداعشية التي كانت تخطط لدخول بغداد بطرق متفاوتة وبطرق فردية. خذي مثلا خلية الصقور هي الأخرى، نجحت في تفكيك مجاميع أدت إلى إلقاء القبض على بضع آلاف منهم في غضون 6 أشهر. يعني خلية الصقور نجحت نجاحا باهرا، لكن أقول لك الانتكاسة التي حصلت يوم أمس حقيقة تكاد تكون أربكة المشهد الأمني، شوشت على بعض الإنجازات، أدت إلى يعني حصول حالة من القنوط، حالة من اليأس في هذا الاتجاه. لذلك جهوزية الأجهزة الاستخبارية خلية الصقور حقيقة إلى حد كبير كانت هي فارسة الأجهزة الاستخبارية في مخر عباب الإرهاب.
يعني مديرية العمليات في جهاز المخابرات الوطني العراقي لديها إنجازات تكاد لا تحصى ولا تعد سيدتي، لكن هنا يراد لنا عملية ريجليتر، عملية تنظيم أكثر. لذلك هذه التغييرات التي أجراها القائد العام للقوات المسلحة بالفعل كانت في محلها، سيما القيادات التعبوية، القيادات الميدانية. لكن يعني قد يكون من خلال قناتكم الموقرة الكريمة التماس إلى القائد العام للقوات المسلحة بالتري فقط فيما يتعلق بإعفاء أو إقالة الأخ أبو علي البصري، لأنه لديه أولا هو من قتل أبو عمر البغدادي، هو من قتل أبو سياف التونسي، هو من ألقى القبض على مناف الراوي، هو من فكك مجموعة أبرار الكبيس التي كانت تخطط لضربة كيميائية داخل العراق. وكذلك يعني لدينا جهد استخباري واضح. السيد الكاظمي نفسه حينما كان رئيسا لجهاز المخابرات الوطني العراقي يعني نجح في استدراج قيادات داعشية من خارج العراق، نجح في استدراج إسماعيل العيثاوي وهو دكتوراه في الفقه وكان مسؤولا رئيسا للجنة المفوضة، استدرج جمال المشهداني وهو ضرب طوس خرماتو بعشرين صاروخ يحمل رؤوس الكيميائية، استطاع استدراج مجموعة أيضا هي الأخرى كانت في سوريا، مجموعة صدام الجمل. لذلك العمل الاستخباري في العراق عمل حقيقة يعمل بوتيرة تصاعدية، رغم ما حدث من انتكاسة، رغم ما حدث من كبوة كبيرة جدا دفعنا ثمنها دماء أودية وشباب بعمر الورود وشهداء يعني حقيقة عانقت أرواحهم السماء وجرحى، نتمنى لهم الشفاء العاجل. لذلك أعتقد الوضع في العراق التنظيم انتهى، التنظيم دولة التمكين الداعشية ما عادت تمتلك قدرة أن تنمو من جديد وأن تنطلق من جديد وأن تعشعش وتكون لنفسها قاعدة من جديد، لأنها تشظت تشرذمت يعني تاهت بين بين الأجمات، بين الصحاري، بين سيد فاضل. ولكن الخطر موجود، التنظيم أخفق. سيد فاضل الخطر موجود، اسمح لي يعني سأنتقل إلى سيد قادم المقدادي، سنعود إليك سيد فاضل، سنعود إليك بعد أن نتوجه بأسؤال إلى السيد قادم. سيد قادم، سألتك في مكان وأنت أجبت في مكان آخر، وما أريد منك تحليلا سياسيا هذه المرة بالعودة إلى ما قالته الفورن بوليسي، سواء ذكر بايدن العراق أو لم يذكره، سواء كان هناك توجه لأن يترك العراق ويترك سياسي العراق ليواجهون بعضهم بعضا، هذا المشهد، المشهد التالي كيف سيكون إذن في الداخل؟ هل سينعكس بالضرورة أمنيا؟ ما المطلوب من السياسة الخارجية للبلد؟ والضرورات الميدانية ماذا تتطلب؟ نعم، يعني المجلة مو بكل تحليلاتها هي تحليلات صائبة، يعني أنا أتابعها باستمرار حقيقة يعني، لكن الموضوع ربما نقول يعني بايدن صاحب مشروع تقسيم العراق هو لحد هذه اللحظة، حتى قسم من المحللين ربطوا حقيقة تفجير ساحة الطيران يعني بعد ساعات من تنصيب بايدن حدث هذا التفجير، وكأنه إشارة لبايدن، من يقول يجب على بايدن أن يهتم بالعراق وهكذا من خلال هذا التفجير. أنا أعتقد بايدن ربما اهتماماته بالعراق ستكون أقل، لأنه المشكلة أنه التمزق السياسي وخضوع المشهد السياسي بشكل عام إلى دول إقليمية خلى أمريكا فعلا لاعب يعني متفرج أحيانا وليس لاعب حقيقي. اليوم نتحكم بالمشهد السياسي حقيقة كما نعرف الجارة إيران، إذا علينا أن ننتبه أنه إذا فعلا أمريكا تخلت عن العراق والاتحاد الأوروبي تخلى عن العراق فستكون القضية صراع داخلي مرير، وربما ستحدث هناك لا سمح الله حرب أهلية. إذن يجب أن ننتبه حقيقة، التوازن مطلوب الآن بين الوجود الأمريكي والوجود الإيراني، وأنا شخصيا أرفض الوجودين، أرفض أي تدخل أجنبي في العراق، لكن هذا واقع حال. التوازن اليوم مطلوب للموضوع التشتت الموجود في الساحة العراقية وفي المشهد العراقي. إذا نحن أمام استحقاقات خطيرة جدا، وربما موضوع الانتخابات إلى الشهر العاشر سنشهد العجب العجاب، وربما ستكون هناك أيضا نوع من الأعمال الإرهابية لا تقوم بها داعش، ربما جهات معينة مستفيدة من خلخلة الوضع الداخلي. إذا الوضع فعلا
للأسف أقول يعني هذا مو فقط أنا، أكثر المحللين السياسيين العراقيين والعرب وحتى الأجانب، أن العراق مقبل إلى حقيقة أيام ربما وشهور عصيبة جدا. هذا الواقع العراقي. لكن هل يتحل الآن؟ أقول السياسيون هل يتحلون الآن بحكمة، بعقل سياسي، بشعور وطني، ويتخلوا عن هذه المناصب وهذه السرقات وهذا الإحباط الذي فعلا جعلنا نشعر وكأننا بلا دولة؟ فعلا العراقي الآن يشعر بلا دولة. انظر الآن صيحات المواطنين في ساحة الطيران، هي صيحات حقيقة تذكرني بالشباب المنتفض، انتفاضة تشرين في ساحة التحرير. ساحة التحرير الآن انتقلت إلى ساحة الطيران. هذا ما أراده التشرينيون الشباب المنتفضون للأبطال. باختصار إشارة كانت بجملة واضحة وجريئة، لكن أجهضوها بكل الوسائل، أجهضوها مع الأسف. لكن نشكرك سيد قاضي. الثورة والانتفاضة التشرينية موجود وسيتكرر بإذن الله. نشكرك سيد قاضي مع المقدادي الكاتب والصحفي، والشكر موصول إلى السيد فاضل أبو رغيف الخبير في مجال الأمن والسياسة، شكرا جزيلا لكما. بهذا نأتي إلى ختام حصاد الليلة، إلى اللقاء. ملتقنا على خير، إلى اللقاء.